بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة اولا وانتوا طيبين. هعمل معاكم النهاردة كيكاية بسيطة جدا بمقادير بسيطة جدا جدا، حولناها بتزيين برضو بسيط جدا جدا لتورتاية رهيبة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. الكيكاية تحفة. يلا بينا على المقادير. بس قبل ما اروح للمقادير، ياريت اللي مش مشترك في القناة يعمل سبسكرايب ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. طبعا اول حاجة عندي هنا في المقادير 4 بيضات. انا صفرت البياض، فصلت الصفار عن البياض زي ما انتوا شايفين كده، وجبت الصفار اللي معايا خفقتهم بالمضرب اليدوي حوالي دقيقة. انا بس عايزة افكهم من بعض كويس قوي. وبعد كده هجيب معايا 2 معالق كبار من السكر، وهبتدي اضرب معايا في الصفار البيض تاني لحد تقريبا السكر ما يبتدي يدوب. وبعد كده هجيب معايا 2 معالق كبيرة من محسن الجل، ده بديل البيكنج باودر في الكيك ده. انا ما عنديش في الكيك ده اي مواد رفعة غير البيض ومحسن الجل. هبتدي بقى اضرب ضرب كويس جدا علشان خاطر محسن الجل يدوب. لازم تتأكدي ان هو داب مع صفار البيض. بعد كده عندي 1/3 كوباية من اللبن. لو عندك لبن جوز هند هيبقى لطيف جدا، لو ما عندكيش لبن جوز هند ممكن تجيبي 1 كوباية من جوز الهند المبشور العادي، وتنقعيه في 1 كوباية مية، وتسيبيه ليلة كاملة، وبعد كده تعصريه كويس جدا جدا جدا، هيبقى معاكي لبن جوز هند. زي ما انت شايفة بعد ما حطيت كمية اللبن اللي معايا ضربتهم مع بعض كويس جدا جدا جدا. بعد كده عندي كمية الدقيق 1/4 كوباية من الدقيق، زي ما انت شايفة 1/4 كوباية. هبتدي انزل بالدقيق تدريجيا على خليط الصفار البيض اللي معايا. انا لحد دلوقتي لسه ما حطيتش بياض البيض. زي ما انت شايفة بنزل بالدقيق تدريجيا على صفار البيض واقلبه كويس قوي. وبعد كده هجهزه وهركنه على جنب، وابتدي اشتغل بعد كده في بياض البيض. لازم اتأكد كويس جدا جدا ان محسن الجل داب بالشكل ده. كده الخليط جاهز معي. بعد كده جبت بقى في بولة نظيفة بياض البيض، وبالمضرب اليدوي هبتدي اخفق البيض بتاعي. عندي هنا بقيت كمية السكر 1/3 كوباية من السكر، هنزل بيها تدريجيا على بياض البيض لحد ما يتشكل معايا مرنج تقيل، اللي هو لو قلبت البولة ما يدلقش معايا، يعني البياض البيض ما يدلقش. كده خلاص خلصت كمية السكر اللي معايا، هبتدي بقى اخفق فيه خفق يعني مبرح. هضربه كويس جدا جدا. ده كده شكله بعد حوالي 7 دقايق زي ما انت شايفة، متماسك جدا جدا. ازاي؟ هجيب بقى خليط الصفار اللي احنا عملناه وعليه الدقيق، هبتدي انزل عليه بشوية من بياض البيض. Yeah.
هنا انا ما عنديش حلة او ما عنديش صينية المقاس الصغير ده، فانا جبت حلة دي مقاس 18، زي ما انت عايزة بقى، عايزة تحطيها بس على كل ما وسعتي في الصينية كل ما كانت معاكي مش هشة، يعني هتبقى سمكها رفيع جدا. اديت لها خبطتين كده، وبعد كده دخلتها الفرن على درجة حرارة 180، شغلت من تحت بس ما شغلتش الشواية لمدة ساعة الا ربع، سبتها براحتها خالص لمدة ساعة الا ربع. خرجت معايا زي ما انت شايفة كده، هسلك منها ورق الزبدة، وبعد كده هسيبها لما تبرد على المصفى اللي معايا دي. الكيك تحفة وهايل جدا، ان شاء الله تجربيه، ان شاء الله يعجبك. زي ما انت شايفة هش ازاي، جميل جدا. بعد الكيك بتاعي ما برد، انا جبت بقى عندي هنا كمية من الشوكولاتة السايحة، وغطيت الكيك بتاعي بالشوكولاتة السايحة. عاوزة تغطيه بالكريمة زي ما انت عايزة، بس انا فضلت بقى ان احنا في عيد واولادي بيحبوا قوي قوي الشوكولاتة، فانا فضلت ان انا اغطيها بالشوكولاتة. وزينتها عندي هنا بالكريز زي ما انت شايفة كده، ودي تقريبا شوكولات بوبس او حاجة كده، يعني اكبر شوية من الشوكولات شيبس. زينتها زي ما انت شايفة كده، ده كان شكلها النهائي. يا رب ان شاء الله تكون عجبتكم. هقطعها بقى ووريها لكم من جوه. طرية جدا 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 وتحفة وهشة جدا من غير بيكنج باودر خالص، زي ما انت شفتي ما حطناش بس غير معلقة محسن الجل، وهتشوفي شكلها من جوه دلوقتي عامل ازاي. رهيبة جدا وتحفة، ومن كيك بسيط جدا باربع بيضات وكوباية الا تلت بس من الدقيق، عملنا كيكاية يعني تحفة جدا. دي كانت وصفة النهاردة، يا رب ان شاء الله تكون عجبتكم. لو عجبتكم يا ريت شير ولايك وسبسكرايب، وشكرا ليكم، سلام عليكم.